بعد انتهاء الحروب تنكشف الكثير من الأمور سريعاً، لكن الجندي الشجاع هيرو أونودا احتاج إلى زمن طويل جداً بلغ 29 عاماً بقي بها مقاتلاً متخفياً، اعتقاداً منه أن الحرب العالمية الثانية لم تنتهي بعد وأن بلاده اليابان لم تستسلم. فهل يمكن أن يصل حب المرء لوطنه إلى هذا الحد؟ هيرو أونودا مواطن ياباني كان يعمل في شركة تجارية صينية، وحين كان في 20 من عمره لبى نداء بلاده للالتحاق في صفوف الجيش الياباني، فترك عمله وتوجه إلى اليابان للتدريبات العسكرية ليصبح ملازماً أولى بالجيش، وقد تم تدريبه على العمل الاستخباراتي وجمع المعلومات الاستخباراتية وحرب العصابات، وكان عليه أن يذهب للقتال خلف خطوط العدو. وفي ديسمبر عام 1944 تلقى الأوامر بأن يذهب إلى جزيرة لوبانغ في الفلبين، وتضمنت التعليمات أن الموت ممنوع وعليه أن يستمر هناك لمدة قد تطول حتى 3 أو 5 سنوات، ومهما سيحدث فإنهم سيعودون له، لكن عليه أن يواصل القتال حتى لو بقي معه جندي واحد فقط. وحين تجمع الجنود اليابانيون في الجزيرة سيطرت قوات التحالف عليها في فبراير عام 1945، وانقسم الجنود اليابانيون إلى مجموعات صغيرة مكونة من 3 أو 4 أفراد اختفوا عن الأنظار في الأدغال والغابات، وأغلب هذه المجموعات تم ملاحقتها وقتلها. تشكلت مجموعة أونودا من 3 جنود آخرين استخدموا تكتيكات حرب العصابات لحماية أنفسهم من العدو، وكذلك للحصول على إمدادات الغذاء، وكذلك شن الغارات على بعض المزارع المحلية. قصة أونودا عرفت للمرة الأولى عام 1950 حين عاد أحد الجنود اليابانيين 3 إلى بلاده وأخبر قيادة الجيش بأن جنديين 2 يابانيين آخرين لا يزالان مختبئين بأدغال الفلبين. على إثر ذلك ألقت الطائرات اليابانية منشورات في جزيرة لوبانغ الفلبينية الذي كان يختبئ فيها أونودا ورفيقه الآخر، تخبرهما فيها أن الحرب انتهت وأن الجيش الياباني هزم منذ زمن، غير أن أونودا ورفيقه المخلصين للإمبراطور الياباني لم يصدقا ذلك وقالا أن ذلك لابد وأنه خدعة من قوات الحلفاء ليسلموا أنفسهم، فلم يعرفوا أن اليابان قد تعرضت لأسوأ كارثة بعد إلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناغازاكي، وظلا في موقعهما القتالي بل واشتبكا مع الجنود الفلبينيين عدة مرات دون أن يتمكنوا من إلقاء القبض عليهما. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل استمرت الطائرات بإسقاط المنشورات والصحف اليابانية التي تحثهم على الاستسلام، كما أن ذويهم وعبر مكبرات الصوت طلبوا منهم تسليم أنفسهم وحاولوا إقناعهم بأن الحرب قد انتهت، إلا أنه كان هناك قناعة راسخة في أدمغتهم بأن الحرب لم تنتهي وأنها مجرد خدعة. وبعد مرور 5 أعوام قتل جندي آخر في مناوشات على شاطئ غونتين، وبقي أونودا وجندي آخر فقط ليبدأ قتال الوهم الذي استمر لسنوات طويلة. وبحلول عام 1959 ظنت اليابان والفلبين أن أونودا ورفيقه توفيا فأوقفوا عمليات البحث عنهما. وبعد مرور 17 عاما استمر أونودا وزميله في القتال وجمع المعلومات الاستخباراتية، بل وكان على قناعة بأن اليابان سترسل المزيد من قوات الدعم. وفي أكتوبر عام 1972 وبعد مرور 27 عاما قتل الجندي كوزوكا والذي كان رفقة أونودا في اشتباك مع دورية فلبينية، فيما بقي هو على قيد الحياة وتمكن من الفرار مجددا. وقد عاش أونودا كل تلك السنين وحيدا، كان طعامه ثمار الموز وجوز الهند وصيد الطيور والحيوانات من غابات الجزيرة النائية. وضع لنفسه كوخا من خشب الغابة كان يختبئ فيه، وكان اليابانيون قد اعتقدوا أنه قتل قبل زمن، لكن استلامهم لجثة رفيقه جعلهم يفكرون في أن يكون أونودا على قيد الحياة. وقد أرسلت اليابان فرقة للبحث عنه، لكن للأسف كان من الصعب العثور عليه، فقد برع في التخفي 27 عاما فاستمر في مهمته القتالية. خلال 29 عاما قتل أونودا 30 فلبينيا وأصاب 100 آخرين ودمر محاصيل زراعية كثيرة اعتقادا منه أنها لقوات الحلفاء. اقتنع أونودا أخيرا بالعودة إلى بلاده بعد أن أرسلت طوكيو قائده العسكري السابق تانيغوشي من أجل إقناعه بالعودة إلى اليابان، وقد تلقى صدمة بالغة حين علم أخيرا أن اليابان بالفعل قد استسلمت وأن الحرب قد انتهت وأنه قتل وجرح فلبينيين أبرياء. وفي 10 مارس عام 1975 خرج أونودا من معقله في الأدغال بكامل زيه الرسمي
وسلم سيف الساموراي الخاص به للرئيس الفلبيني، والذي عفى عنه وعن الجرائم التي ارتكبها بحق الفلبينيين. وحين عاد إلى اليابان عاد عودة البطل، وتسلم جميع مستحقاته عن السنوات 30 التي قضاها في العمل العسكري. وقد أكد أنه لم يكن يفكر في شيء سوى تنفيذ الأوامر فقط وتحقيق النصر بأي ثمن. أصبح اسم أنودا في اليابان اسماً يشهد بالولاء والإخلاص المتفاني في خدمة الوطن، بل إنه اشتهر كذلك في معظم أنحاء العالم. أما أنودا فلم يحتمل هذه الشهرة ونظرات الإعجاب الممزوجة بشيء من السخرية لإخلاصه الغريب لوطنه الذي دعاه إلى البقاء كل هذه المدة في الجزيرة النائية رغم انتهاء الحرب. لذلك هاجر إلى البرازيل وترك اليابان الذي أفنى عمره في الدفاع عنها، واشترى مزرعة هناك وتزوج، وكتب سيرته الذاتية في كتاب أطلق عليه No Surrender My 30-Year War، والذي روى فيه تفاصيل ما جرى معه. ظل في البرازيل حتى قرأ قصة مؤثرة عن مراهق ياباني قتل والديه، فحزن لمواصلة إليه أحوال الحياة والناس في اليابان، فقرر العودة إلى اليابان عام 1984 ليؤسس هناك مدرسة يعلم فيها صغار السن تقنيات البقاء على قيد الحياة، وأن يكونوا أكثر استقلالية ومواطنين يابانيين مخلصين. وفي مايو عام 1996 ذهب أونودا إلى الجزيرة التي كان مختبئا فيها لما يقرب 30 عاما، وتبرع $10,000 للمدارس المحلية. عاش بقية حياته في اليابان حتى وافته المنية في يناير 2014 في طوكيو بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة عن عمر ناهز 91 عاما. رحل أونودا عن العالم، لكنه استطاع أن يحفر اسمه في وجدان اليابانيين وذاكرتهم، كيف لا وهو الرجل الذي لم يعرف الاستسلام أبداً.